السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، تنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا معايا اليوم جيتكم بواحد الوصفه تاع صباغه الشعر باللون البني. ياها البنات، واحد الوصفه اللي طبيعيه، يعني فيها واحد المكونات طبيعيين جدا ومتوفرين عندنا. بالنسبه للبنات اللي تيبغوا يصبغوا الشعر ديالهم باللون البني، علاش اللي ما يديروا هذه الوصفه؟ وان شاء الله تكون النتيجة مضمونة. كما كتشوفوا معايا هنايا، يعني عندي المكونات البنات. بالنسبة للبنات اللي بغاو صباغة الشعر باللون البني غامق وفاتح، انا غادي نقول لكم الطريقة وانتم تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، وان شاء الله نقول لكم يعني شنو غادي نحتاجو. كما كتشوفوا معايا، يعني عندي الصابون البلدي، وهاد المكونات البنات، هاد الاكسجين، يعني البنات اللي ما بغاوش، يعني اللي بغاو يديروا الوصفه طبيعيه 100% غير هو، يعني خاص المداومه على، يعني كل حمام عاد يلقاو النتيجه. اللي باو النتيجه تبان لهم دغيا ما فيها، بس نديروا منه واحد الكميه قليله. صافي، عندي واحد جوج نسكافيات. كما كتشوفوا معايا البنات، هنا عندي الحنه. البنات اللي ما غاديش، عفوا البنات، الخرقوم، يعني الكركم، بودرة الكاكاو المر، واحد بيضة بلدية. هنا البنات الخل، هنا غتقولوا لي علاش مايزينا البنات، يعني اللي ما تتوافقهمش الحنة، يعني كاين بزاف البنات يعانيوا ان الحنة، البنات اللي عندهم الشعر ناشف، يعني تيقول لك ان الحنة كتوقف لهم الشعر ديالهم، وهذا يعني عوض الحنة غادي يستعملوا معلقة ديال مايزينا اللي هي النشا، يعني الحنة غادي يعوضوها بمي زينة معلقة اللي هي النشا. صافي يا البنات، هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو، وغادي نبداو على بركة الله الخلطة ديالنا. يعني بالنسبة للبنات، يعني قبل ما تمشيو للحمام، يعني ديروها بواحد 3 سوايع. هنا غادي نحتاج واحد شوية الماء، يعني في الكاس غادي ندوب فيه ديك قهوة سريعة الذوبان، يعني باش تذوب ليا. عاد من بعد غادي ندير المكونات ديالي، يعني غادي ندير بيضه بلديه، يعني البنات ضروري استعملوا بيضه بلديه في هذه الوصفه، يعني باش نكونوا كنصبغوا الشعر وفي نفس الوقت تنغديوه. صافي، هنا يعني قهوه سريعه الذوبان دابت ليا، يعني تنستعمل انا جوج، يعني باش يخرج لينا اللون زوين وطبيعي. هنا غادي نستعمل يعني الصابون البلدي كما كتشوفوا معايا، يعني كيحتاج لينا يعني الوقت باش هكا تنحركوه، بالخصوص دابا بارد الحال، يعني تنعطيوه الوقت باش يتجانس لينا مع ديك بيضه بلديه. صافي، تنبقاو هكا تنخلطوه مزيان كما كتشوفوا معايا، يعني تاتي يتجانس لينا مع ديك البيضه بلديه. عاد من بعد غادي نزيدو المكونات الاخرين كما كتشوفوا معايا. يعني هنا قلبت واش ان يعني الصابون البلدي داب في هذيك البيضه بلديه. صافي، هنا غادي نزيد قهوه سريعه الذوبان كما كتشوفوا معايا، بعد ما دابت ليا، يعني انا استعملت زوج صاشيات، يعني البنات اللي عندهم القرعه اولا يستعملوا معلقه كبيره ونص، يعني زوج صاشيات، عفوا البنات، ديال نسكافيه قهوه سريعه الذوبان كتعطينا معلقه كبيره عامره ونص. صافي، كما كتشوفوا معايا هنا غادي نبداو تنحركوا عاوتاني، عاود يعني مزيان هذاك الخليط ديالنا، يعني باش يولي لنا على شكل خليط، يعني باش ما يعذبناش ملي نكونوا كنديروه في الشعر ديالنا. ومن بعد غادي نزيد واحد القطرات ديال الخل، يعني الخل اللي كنستعملو بالنسبه للبنات اللي ما كيفضلوش يعني الخل، هي باش يخرج لينا اللون، اللي ما بغاوهش ماشي مشكل، يستغناو عليه في هذه الوصفه. صافي، غادي نكملو يعني التحراك ديالنا.
باش نكملوا المكونات الاخرين كما كتشوفوا معايا. يعني هنا غادي نزيد الحنة ديالي. بالنسبة للبنات نعاود نكررها لكم، اللي بغات بني غامق يعني تستغنى على الكركم اللي هو الخرقوم، الا بغيتوه اللون مفتوح بني مفتوح ديروا الكركم. وبالنسبة للحنة البنات اللي ما كتوافقهمش يعني ما ديروش الحنة، ديروا معلقة كبيرة تاع مايزينا نشا عوضوا بها. يعني كنعاود لكم يعني باش تكون واحد الطريقة اللي هي يعني بسيطة وطريقة تاع الشرح يعني تكون مزيانة. انا هاد البنات هاد الوصفة هي اللي كنستعمل وكتخرج ليا النتيجة الصراحة. بالنسبة للبنات الا ما بغاوش يديروا الاكسجين يعني ما بغاوش يدخلوا مادة كيماوية يعني في الوصفة، ماشي مشكلة، هو ما تخرجش ليهم النتيجة. يعني شوية ديال الصبر، يعني كل حمام عاد غادي تبدا تتبان لهم النتيجة، يعني كل استعمال وكل حمام غتبان لهم النتيجة. وصافي هادشي اللي كاين البنات. يعني غادي ندير هنا الحنة ديالي. بالنسبة للبنات اللي تيديروا الحنة يعني اللي عندهم الشعر ناشف ومع ذلك تيديروا الحنة، يزيدوا واحد يعني واحد المعلقة كبيرة ديال زيت العود، يعني حين تنعرفوا ان الحنة شوية كتنشف الشعر ما فيها بس، زيدوا واحد المعلقة تاع زيت العود. صافي كما كتشوفوا معايا هنا درت الحنة، يعني انا بغيت اللون يكون بني فاتح. درت الكركم الخرقوم معلقة كبيرة وجوج معالق ديال يعني بودرة الكاكاو المر. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. انا غادي نبداو نحركهم مزيان يعني حتى يتجانسوا لينا مع بعضياتهم، وغيبقى لنا المكون الاخير. يعني انا بغيت اللون يخرج ليا، غادي نزيد يعني تقريبا واحد المعلقة كبيرة ديال الاكسجين رقم 9. يعني غتقول لي البنات ما مزيان شراه، ولاني هنا استعملنا بزاف ديال المكونات الطبيعيين، يعني ما غاديش نخافوا منه. يعني انا كنستعملوه شحال من مرة ما تيدير لي الشعر ديالي والو. بالنسبة للبنات اللي فايتين مستعملينه او لا اطر عليهم، ما فيها بس ما يستعملوش، يعني ديروا دوك المكونات راهم كافيين باش يخرجوا لنا اللون اللي بغينا. كما كتشوفوا معايا انا راه درت جهد معلقه كبيره. صافي غادي نبدا تنحرك باش يتجانس ليا مع دوك المكونات الاخرين. ايوا ها هي الوصفه ديالي يعني جاهزه، يعني تنستعملوها للشعر ديالنا، ومن بعد نغطوها بواحد البونيه وواحد الفولار يعني باش يسخن لينا الشعر ديالنا ويطلق دوك المكونات يعطونا واحد اللون اللي زوين في الشعر ديالنا، يعني لون بني فاتح او لا غامق اللي كتفضلوه البنات. وخلوه واحد 3 السوايع عاد من بعد تمشيو للحمام. ايوا بالصحه والراحه البنات هاد الوصفه، و يعني ان شاء الله كنتمنها تعجبكم. والبنات اللي طلبوا مني صباغه الشعر باللون البني كنتمنهم يشوفوا هذا الفيديو ويستعملوها. وشكرا البنات بزاف اللي سولتوا فيا، يسول فيكم الخير. انا توحشتكم ويعني توحشت نحط لكم فيديوهات، راهي شي ظروف اللي خلاتني من يعني ما نبداش نصور. يعني عندي فيديوهات يعني غادي نمونتي ان شاء الله ونحط لكم، وانتظروا الجديد. يعني غيرت السميه ديال القناه من رجاء المراكشيه تي في لرجاء عمران اوفيسيل. كنتمنى هاد السميه تاع القناه تعجبكم، وشكرا على المشاهده، والى الفيديو الجاي ان شاء الله. ان شاء الله الفيديو الجاي غادي نحط لكم واحد الشهيوه، يعني غادي نديرو وصفه شهيوه. شكرا على المشاهده، الى اللقاء، دمتم في رعايه الله.